تعرفين النادي الاهلي كان اعلن موقفه عن الانسحاب من البطوله العربيه او عدم المشاركه بمعنى ادق يعني او بلفظ ادق يعني في البطوله العربيه القادمه بناء على طلب من مارسيل كولر المدير الفني اللي شايف انه الفريق هيبقى محتاج معسكر بعد نهايه الموسم ومش محتاج اجهاد بدني وانه عايز يحافظ على اللاعبين خلال هذه الفتره. فالنادي الاهلي خرج من الحسابات او اخرج من حساباته هذه البطوله العربيه. في الوقت ده بعض الانديه المصريه بدات تطلب او تعرض انها تكون موجوده بحقها بحسب تصريحات او بيانات هذه الانديه انها تشارك في البطوله العربيه بدلا من النادي الاهلي. واحده من هذه الانديه هو نادي اسوان اللي كمان ابدى رغبه في المشاركه في هذه البطوله العربيه، كل نادي جماهيري وبالتاكيد هو نادي جماهيري كبير. نفهم اكتر من الاستاذ ايهاب منصور عضو مجلس اداره نادي اسوان. يا فندم مشرف ومنور. ايوه كابتن كريم، اخبارك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله بخير؟ الحمد لله كابتن، الله يخليك. قول لي بقى، نادي اسوان هل فعلا عنده الرغبه انه يشارك في البطوله العربيه؟ هل فعلا قدم طلب للمشاركه في البطوله العربيه؟ واسباب نادي اسوان للتقدم بهذا الطلب؟ هو طبعا احنا عرفنا ان البطوله دي عايزه انديه جماهيريه. وطبعا كان مشارك الاهلي وتقريبا الزمالك مصر. وكان في فرقه ثالثه المفروض. فاحنا تقدمنا بطلب ان احنا عايزين نشارك كفرقه جماهيريه. النهارده برضو اسوان يا كابتن، يعني انت شايف اسوان، جمهور اسوان النهارده طبعا يعني في ازدياد وفي اهتمام كبير جدا بالفريق. ككوره برضو احنا النهارده يعني اسوان بتلعب كوره في نص الجدول تعتبر. يعني فاسوان بتلعب كوره، فمن حقنا ان احنا مثلا يعني نطالب بحاجه زي. طيب هل حضرتك سالته الاول، نادي اسوان سال ما هي المعايير اللي بيتم بيها اختيار الفرق في البطوله العربيه، ولا انت توقعته فقط ان هو الاختيار بيتم بطريقه تخص الناحيه الجماهيريه للانديه اللي هتشارك في البطوله؟ لا، هو كان الكلام كله ان مطلوب فرق جماهيريه. يعني دي الحاجه اللي احنا استثنينا عليها او الحاجه اللي احنا خدنا عليها قرار ان احنا فرق جماهيريه. الكلام كله بعد اذن حضرتك، الكلام كله تقصد ده اتحاد الكره اللي قبلكم كده كلام من الاتحاد العربي، ولا تقصد انه ده الكلام المنتشر ان هم عايزين فرق عربيه؟ لا لا لا، حتى احنا بلغنا من الاتحاد الكره ولا الاتحاد العربي، احنا الكلام المنتشر. واحنا كان مطلب جماهيري برضك من جمهور اسوان ان احنا لازم نشارك وان احنا جمهور كبير. وان احنا فرقه برضك حاليا دلوقتي نعتبر فرقه، يعني عندنا لعيبه وعندنا مدرب على اعلى مستوى وعندنا لعيبه برضك يعني لعيبه كبار. فاحنا من حقنا ان احنا نشارك يعني في حاجه زي كده، لكن احنا ما فيش اي حاجه جات لنا يعني رسمي من اي حد. صحيح. طيب استاذ ايهاب، تعالوا نروح لاسوان في الدوري بقى. اسوان في الدوري بالنسبه لكم مطمئن وضعه في جدول ترتيب الدوري؟ النتائج في الفتره الاخيره مرضيه بالنسبه لكم، ولا مش راضيين بنسبه 100% على اداء اسوان هذا الموسم؟ لا الحمد لله، يعني احنا يعني في اطمئنان طبعا. احنا يعني نبقى في البقاء في الدوري السنه دي ان شاء الله باذن الله. اللعيبه طبعا يعني عندهم حماس وعندهم كلهم تفكيرهم ان هم ياخدوا مش في البقاء. اللعيبه دلوقتي وصلت لمرحله ان هي بتدور على ان هي تاخد مركز من المراكز اللي فوق، يعني مش يعني تفنش الدوري بمركز كويس. موضوع البقاء ومش البقاء ده يعني كان ممكن في فتره من الفترات في اسوان، لكن دلوقتي الطموحات عليت شويه، طموحات الجمهور عليت جامد. الجمهور امنيته ان اسوان يلعب في المربع، يكون في المربع. اسمه ده اللعيبه طبعا طموحاتها عليت جدا، يعني من بعد المكاسب والاداء الجيد، فاهم ازاي؟ صحيح. فطبعا لا، الطموحات عليت دلوقتي. صحيح. طيب استاذ ايهاب، بسالك على الكابتن ايمن رمادي. الكابتن ايمن رمادي هو مستمر مع الفريق لنهايه الموسم، ولا هيبقى فيه تجديد للتعاقد للموسم القادم ان شاء الله؟ لا لا يا كابتن، ما فيش الكلام ده خالص. كابتن ايمن مستمر مع الفرقه، وكابتن ايمن يعني عمل توليفه من اللعيبه بطريقه اللعب معين، واللعيبه خدت على طريقته وعلى خدت على لعبه، وده هو عارف الكلام ده كويس. صحيح. فما فيش الكلام ده خالص ان هو يمشي في وقت زي كده يعني خالص. لا مش بقول انه يمشي بقى، هل هيبقى في تجديد للكابتن ايمن للموسم اللي جاي؟ يعني تجديد مبكر للموسم اللي جاي؟ لا، التجديد دي دلوقتي ده صعب يعني. صعب. ان شاء الله لو ربنا كرمنا وبقينا في البقاء هيبقى في كلام ان شاء الله، لكن طبعا تجديد يعني ان هو يجدد او حاجه زي كده في التوقيت ده صعب يعني. لكن هو اكيد طبعا هيبقى في كلام لما يبقى في البقاء يعني ان شاء الله. صحيح.
استاذ ايهاب منصور عضو مجلس اداره نادي اسوان، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.